روزا شو هاللون الحلو؟ بلمع لمع بس أكتر من سرعتك. كل شي مقبول منك. شو كيف الخالي؟ تسلم عليك. وإن شاء الله انبسطتوا بالعطلة. طبعا حبيبي انبسطنا، بس اعمل حساب حبيبي إنه كمان الأسبوع الجاي كمان رح أطلب خوفش. أنت أطلبي وتمني. انت بنت بيوسف المعجونة طرية، بكره باجي بحفها وبدانها بتقفش الداخل. مين قالك اصلا هبتقتني؟ مين طلب منك تسكره؟ على اساس كنت مسكره بدل البوستر. خلص روح. قليل كل شكرا. هدول بيخلصوا اليوم. عاملينه بطون؟ تشتغلي هون؟ يعني من كم سنة؟ طيب خلص. سوري عن جد سوري، بس الاشي كتير بضحك.
ما علينا. يعني نفسي بس افهم شو في اشي خاص بهالحيط تنو خابص وجهك فيه كل النهار؟ الاشي بعينيكيش. شو لك خاص انتي؟ لا انا خصني ما دخلك. تدخليش. انا انسانة فضولية جدا جدا جدا. الفضول ده بحنا نفسي افهم بس عن جد. بلاش يروح راسك لبعيد. لا ما هو يعني اذا ما بتقول لي بدي يروح فكري لبعيد كتير. بعدين يعني بقول لك اذا الكل عرف وصار صح. خلص كانش في اشي. كان في خذوا. شو؟ خذوا. لا طول. تواني هاي بدها تدووين وقعده وتركيز. يا عيد. ما كانش في اشي. كان في خزق بالحيط وكنت امرات اطلع اشوف شو فيه من ورا الحيط. وهذا هو الاشي الوحيد اللي كان يخليني اجي مبسوط على الشغل منيح. وحتى بهامي لي الشانس فيها. سكروا لي اياها. اوكي. بس ايش يعني ايش في اشي ايش الموجود ورا هالحيط يعني؟ مخصكيش. الشمال. ايوه الشمال. فهمتي؟ شو؟ مجنوني هاي. شو في؟ شو؟ بطلة تتصرف هيك؟ لا لف. شو ألف؟ دوالي. شو تلف يعني؟ لف المكتب. شو؟ لف المكتب. كيف يعني لف المكتب؟ اسمع مني بتكسبها. يعني تبتهم؟ عن جد بتحكي؟ إسا هيك لا بيقدر يشوفك ولا يشوف شاشتك ولا شو بتعمل ولا شو ولا حتى بيجيب لك شغل. لا انتي عبقري مجنوني مظبوط بس عبقري. لك يعني كيف كنت أشوفك وأراقبك يعني وأشوف كيف كنت خابس هيك وجهك في الحيط لا كمان يعني كنت أروح بكير وهيك يعني وأخلص شغلي. لا انت عبقري عن جد عبقري. طبعا بعدك يعني كمان مش شايف لينا هيك على اصولها.
شو مروحة؟ مروحة مزبوط. أنا جوعان وإنتي؟ وأنا تحبي نطلع لكل سوا؟ بفكر يعني شو؟ طبعاً عن جد؟ إلا لكان يلا. طب وهدول شو؟ أيوة